ألم يحن الوقت بعد لوقف ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة منذ 8 أشهر من جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والحرمان من أبسط حقوقه الإنسانية؟ هذا علاوة على ما يعانيه شعبنا في الضفة الغربية والقدس من جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين وسرقة أرضه وموارده ومقدراته والاعتداء على حريته وكرامته ومقدساته. على مدى يومي 26-27 من الشهر الماضي في بروكسل، قامت الحكومة الفلسطينية بعرض برامجها للإغاثة وإعادة الخدمات الأساس وللإصلاح المؤسسي والاستقرار المالي والاقتصادي، وأعلنت عن جاهزيتها لاستلام مهامها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية، بما في ذلك معابر قطاع غزة كافة واستعدادها المتواصل للتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة. وندعو في هذا الصدد الأشقاء والأصدقاء المشاركين في هذا الاجتماع لدعم برامج المساعدات الإنسانية المقدمة لهذا المؤتمر. تبقى مسؤولية مجلس الأمن وأطراف المجتمع الدولي كافة كبيرة في الضغط على إسرائيل من أجل فتح جميع المعابر البرية لقطاع غزة وتسليمها للحكومة الجديدة، لإدخال جميع المواد الإغاثية والطبية ومستلزمات وتجهيزات اللواء والخدمات الأساس. وفوق كل ذلك وقبله لابد من مواصلة بذل الجهد لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة لفتح المجال لقيام دولة فلسطين واستلامها مهامها كاملة، وكذلك الإفراج عن الأموال الفلسطينية المصادرة من قبل إسرائيل. ونؤكد مجدداً بأن الحل السياسي المبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية يتطلب حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة واعتراف مزيد من الدول العالم بها، مع الشكر الجزيل للدول التي قامت بذلك تمهيداً لتنفيذ حل الدولتين بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 67، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 بما يحقق الأمن والسلام في منطقتنا والعالم. نجدد الشكر للقادة ورؤساء الوفود، ونشكر صاحب الجلالة عبد الله الثاني وحكومته وشعب الأردن الشقيق على استضافة هذا المؤتمر والجهود التي يبذلونها في دعم الشعب الفلسطيني. والشكر موصول أيضاً لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر على جهودهم التي يبذلونها في كل ما يتعلق بالشعب الفلسطيني. كما نجدد الشكر للقادة ورؤساء الوفود على مشاركتهم ومساعداتهم القيمة ومواقفهم. ولكم صاحب الجلالة وفخامة الرئيس والأمين العام للأمم المتحدة كل الشكر على الدعوة لهذا المؤتمر الهام. والسلام عليكم ورحمة الله.